بالنسبة للالترا ساوند بيم بقى نفسه، طبعا احنا عارفين اي سورس اوف يعني ويفز في الدنيا بيبقى بيتعرض بعد كده لحاجة زي انترفيرنس او ديفراكشن. اوكي، انترفيرنس وديفراكشن دول هما اللي بيحددوا شكل البيم بيبقى عامل ازاي بالظبط. فعامة هنلاقي ان احنا عندنا ممكن نتخيل شكل الترانسديوسر ان هو عبارة عن مجموعة من بوينت سورسز كل واحد فيها بيطلع سفيريكال ويف. المجموع بتاع السفيريكال ويفز دي اللي هي الويف فرونتس اللي هي السفيريكال دي من كل البوينتس الموجوده في الاخر بتجنريت بقى الايه الشكل بتاع الويف فرونت بتاع البيم اللي جاي لي من الايه من كل الترانسديوسر. اوكي، فهنلاقي في الالترا ساوند الحقيقه ان احنا عندنا بنقدر نميز منطقتين اساسيتين في البيم بتاعنا، حاجه منطقه بنسميها النير فيلد ومنطقه بنسميها الفار فيلد. والفار فيلد ده زي ما احنا شايفين كده بيبتدي دايفرج دايفرج بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت بانجل اوف دايفرجنس ثيتا. نقدر نلاقيها ان هي او نلاقي لها ايكويشن هي عباره عن 0.61 لامدا على اي. اوكي، لامدا دي هي عباره عن ويف لينث واي دي عباره عن الايه السايز بتاع الترانسديوسر بتاعنا ده بكام، يعني الدايمتر بتاع الترانسديوسر ده قيمته قد ايه. المسافه بتاعت النير فيلد نفسها بتساوي اي سكوير على لامدا، يعني عباره عن الدايمتر بتاع الترانسديوسر دوت سكويرد على الويف لينث. اوكي، لو احنا بصينا بقى على شكل الويف عامل ازاي بيبقى شكلها عامل كده بالظبط، يعني واحنا جبنا بقى الانتنسيتي بتاعه الويف عند كل نقطه من النقط الموجوده عندنا هنلاقي عندنا الجزء بتاع النير فيلد دوت هنلاقي عندنا الشكل بتاع الويف نفسه شكله ملخبط شويه. يعني لو احنا عملنا لك كده حاجه زي رسمه كده عشان نقدر نشوف البريشر شكله عامل ازاي، الديستريبيوشن بتاعه شكله عامل ازاي، هنلاقي ان شكل الفيلد عندنا في النير فيلد او شكل البريشر ديستريبيوشن في النير فيلد شكله ملخبط بالشكل ده. هنلاقي حتى الكروس سكشن بتاعنا شكله في عدم انتظام بالشكل ده كده، وطبعا البروفايل بتاعنا برضو شكله في عدم انتظام بنفس الشكل. اوكي، فبيسكلي بنلاقي بقى ان الجزء بتاع الفار فيلد بتاعنا لا شكله منتظم رغم ان هو بيدايفرج. اوكي، فاحنا ميزتنا الحقيقه او يعني احنا بنهتم دايما ان احنا نخلي الترانسديوسر بتاعنا في الفار فيلد. اوكي، لان الفار فيلد ده يونيفورمتي دي اللي احنا عايزينها، مش عايزين يجي لنا اي تغييرات مثلا في التغييرات اللي بتحصل دي نتيجه للفيلد واحنا نعمل لها ميستيكنج ان هي تبقى ايه تبقى يعني انها تغيير في الايه في جوه التيشو نفسه. اوكي، فاحنا دايما بناخد في اعتبارنا المسافه دي ونحاول ان احنا يعني نصور في الجزء اللي بعديه او نحاول نعمل حاجه بنسميها فوكسنج هنتكلم عليها السلايد اللي جايه بتخلي لي كل الفيلد بتاعي بقى فار فيلد. يعني لو انا حطيت هنا لينس عشان تعمل لي فوكسنج هلاقي ان كل الدنيا اللي قدامها بقى شكلها دلوقتي عباره عن فار فيلد. اوكي، يعني الشكل بتاعها كله بقى يونيفورم بالشكل ده كده. الدايفرجنس ده بنسميه ديفراكشن. اوكي، وعلى فكره لو حبينا نحسب البروفايل ده عند اي نقطه كل ما علينا ان احنا ناخد الشكل بتاع الترانسديوسر نفسه ونجيب له الفوريه ترانسفورميشن هيطلع نفس الشكل بتاع الايه بتاع الفيلد في الفار فيلد عامل ازاي. وطبعا هو كل شويه بيدايفرج فهو بس مجرد بيبقى سكيلد كده كل ما بيتحرك لجوه. اوكي، دي ممكن الحقيقه اللي فيكم انترستد ممكن ان هو يدرس التوبيك بتاع الفوريه اوبتكس، ودي الحقيقه في منتهى الجمال الحقيقه ان هو بيربط لنا الحاجات اللي احنا بنشوفها في الالترا ساوند بالبيسك فوريه ترانسفورم فيقدر يدينا فكره عموما عن الشكل بتاع البيم عامل ازاي من غير ما نضطر نخش في تفاصيل حسابات ممكن تكون معقده. طبعا الحساب الدقيق بتاع الفيلد دوت بيعتمد عاده على سوفت وير بتاع فاينانت اليمنت موديلنج، وده الحقيقه بيبقى بياخد وقت طويل قوي وبيطلع لنا حاجه طبعا المفروض انها الى حد ما بتبقى مور اكيوريت. بس لو انا عايز اخد فكره عامه عن شكل الفيلد عامل ازاي تقريبا وبراكتيكالي بتبقى فعلا الفكره العامه دي تبقى هي دي اللي كل اللي احنا محتاجينه الحقيقه، بيبقى بالنسبه لي ممكن ان انا استعمل الكونسبتس الموجوده في الفوريه اوبتكس واستعمل على طول الفوريه ترانسفورميشن بتاع شكل السورس بتاعي ويبقى هو ده بالظبط شكل الفيلد موجود عندي في الايه في الفار فيلد اللي هو الشكل ده كده ممكن نطلعه ان هو عباره عن الفوريه ترانسفورميشن بتاع الشكل ده. اوكي،